مساء الخير أحبائي. الكتاب بيقول كده: يسوع كان يقول يصنع خيرا يشفي جميع المرضى والمتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. الكتاب بيقول إن يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. ندعوكم لثلاث أيام في قصة سنتر في المنيا لمقابلة مع رب وجها لوجه كلنا، ورب هيقابلنا كلنا مقابلة خاصة. هنؤمن بحصاد عظيم وناس كتير قوي تعرف رب وخلاص لنفوس غير المعتاد، وأؤمن بآيات وعجائب غير المعتادة. لو حد عندك عيان، مقيدين، أي حد أيا كان المرض اللي عندك، رب أؤمن برب يقوم ناس مشلولة، أؤمن الرب يفتح عينين عمي، أؤمن الرب يصنع أمور غير المعتادة وسطينا في الأيام دي. فلو عندك أي احتياجات، تعرف حد عنده أي احتياجات، هاته وتعالى، تعالى نقف قدام الرب معا. هيكون في فريق للصلاة، فريق لكل واحد محتاج صلاة هيتصلى معاه، مفيش حد مش هيتصلى معاه. ونؤمن ان الرب هيصنع آيات وعجائب، وتكون بشارة جديدة للرب اللي بيصنع ويقول يصنع خيرا طول الوقت. الثلاث ايام هما 8 9 10 اغسطس في اتسا سنتر، الساعة 5 بالليل هنتقابل لنقف قدام الرب معا. نراكم في ملء النعمة.